رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. غزوة حمراء الأسد. فلما أصبح نادى في المسلمين أن يخرجوا للقاء العدو ولا يخرج إلا من شهد القتال بأحد، فقالوا سمعا وطاعا وساروا حتى بلغوا حمراء الأسد على بعد 8 أميال من المدينة وعسكروا هناك. أما المشركون فكانوا نازلين بالروحاء على بعد 36 ميلا من المدينة يفكرون ويتشاورون في العودة إليها ويتأسفون على ما فاتهم من الفرص الصالحة. كان معمد بن أبي معبد الخزاعي من المناصحين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه بحمراء الأسد وعزاه على ما أصابه في أحد، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحق أبا سفيان ويخذله، فلحقهم بالروحاء وقد أجمعوا ليعودوا إلى المدينة، فخوفهم أشد التخويف وقال إن محمدا خرج في جمع لم أرى مثله قط، يحترقون عليكم تحرقا فيهم من الحنق، عليكم شيء لم أرى مثله قط، ولا أرى أن ترحلوا حتى يطلع أول جيش من وراء هذه الأكمة. فلما سمعوا هذا خالت عزائمهم وانهارت معنوياتهم، واكتفى أبو سفيان بحرب أعصاب دعائية إذ كلف من يقول للمسلمين، قول الله سبحانه وتعالى: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم حتى لا يطاردوا المسلمون طبعا، وعجل الارتحال إلى مكة. أما المسلمون فلم يؤثر فيهم هذا الإنذار، بل فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ويقول في حمراء الأسد إلى يوم الأربعاء، وبقوا، يقول أن المسلمين بقوا بحمراء الأسد حتى طلعوا في هذه بحمراء الأسد إلى يوم الأربعاء، ثم رجعوا إلى المدينة المنورة، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إلا قزوتنا حمراء الأسد، النبي صلى الله عليه وسلم قال معين طوال مباشرة لا كيوم كل الأصحاب تبي اليوم يسق حمراء الأسد قلنا بقرده عدونا بعدين بنواجه قتال بنواجه، لأنه المشركين فكر حلو قل لعبوا لك هذه فرصة حلو تمن دبيلو. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بي اليوم فلأتهم معركات مع أنتم كحال مع أنتم اللي جماعة لما على حد لحضرهم باليوم قدام عدي رجال أنتم تنو فضرية اللي بيهم ورضوان الله عليهم الصحابة بيروا سمعا وطاعا، وطوال سكر لما انتقت حمراء الأسد بهل على بعد 8 أميال قبي من المدينة المنورة، دي بقى يسوى دي ما عسكروا دو ديبو ولا مشركين منتقت الروحاء ولا دي بعلو برضو على بعد 30 ميل من المدينة المنورة علو، وفكر علو وقاموا علو للشاورة علو وقال أقبلوا وقال لأخذوا دي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ودي بقى مسلمين فرصة حالفنا ندبيلوا. ورغم أن صحابة رضوان الله عليهم على معبد بن أبي معبد الخزاعي من مناصحنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على وما تأيودي حمراء الأسد وعجزيو واجبناي لاقص ودا والرب رحم بيليو واجبناي عزا ودا وعزاو على ما أصابه في ديب أحد الحسلة ديبهم، فأمروا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعين بيليو أول واجب عدد كبتا إذا أبو سفيان عريك أبو سفيان بعزل عند عريكم اللي أبو سفيان منه خذل بيليو، واللي صحابي معبد قال أبو سفيان دي منطقة الروحاء دي بعريو، وباليوم مسلمين ندت كم كمو ندت جهزو ندرت تبو مثل جماعتهم فقروا ما توكم هلو كم سليو يريكو جماعة لبوم و حتى تعطاهم وبدحنا ندرت تبو تعروكم هلو ومرة واحد ناكشامتكم هلو وتعطاهمتكم هلو اليوم وتمام اللي هي لا فريلا استر يوم ولا تونا معنوياتهم انتهيت ولا
عزائمهم دعفت والهمتهم والحماس العالم لهم وابو سفيان من لو حرب حربنا دعايات باكتفى دعايات والدقباء بلوا من الناس قد جمعوا لكم كلنا ما تقول جمعنا عند جمعنا ما تقلنا قد ننسى قد ننسى ساكم دبيرا والله سبحانه وتعالى كم صغر الدليبهم إن الناس قد جمعوا لكم فأخشوهم كم سبيرا المسلمين اللي عروهم قد يطاردون وطوه كده قد الكركة قد لسكة وجماعتنا سأوسط مكة رحلة لكن مسلمين الانذار اللي والتهديد اللي حتى يأثر ديبهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل إيمان وصق يوم وحسبنا الله ونعم الوكيل بيلو رجمع من الجمع وديب الله حمراء أسد سك يوم الأربعاء ديب الله كان قصو واسق مدينة المنورة ولو الصحابة رضوان الله عليهم مثل النبي صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى بيلا فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.